الاتحاد البرلماني الدولي يوافق على استضافة مصر مكتبا إقليميا للاتحاد بالقاهرة. شكري ونظيره الهندي يتوافقان على تعزيز العلاقات المشتركة ويتبادلان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية. تعزيزا للنفوذ الأوروبي، برلين تدعو لتوسيع دول الاتحاد شرقا وتؤكد أن الأمر بات ملحا بعد العملية الروسية في أوكرانيا. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. وافق الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتبا إقليميا للاتحاد بالمنطقة العربية في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي وباعتزامها العمل على تقديم جميع أشكال الدعم للبرلمانات الأفريقية الشقيقة. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أعمال الجمعية 145 للاتحاد في رواندا. وأوضح جبالي أن مصر ستعمل على جعل المكتب الإقليمي جسرا للتعاون البرلماني العربي الأفريقي، وامتدادا لجهود مصر الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الأفريقي. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عددا من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار. تضمنت هذه القرارات اتفاقية تسوية مزمع إبرامها مع إحدى الشركات لحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وهولندا، إضافة إلى اتفاق التسوية المزمع إبرامه بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما وإحدى الشركات الإيطالية. كذلك تضمنت القرارات اتفاقيات التسوية المزمع إبرامها بشأن المنازعات الناشئة عن مشروع تطوير منطقة حكر أبو دوما، ويأتي ذلك في ضوء التوجه نحو إنهاء هذه المنازعات والدعاوى التحكيمية بالتسويات الودية لتحقيق المزيد من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وضخها في الاقتصاد. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائي للقوات على كافة المستويات لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام أحدث أساليب التأمين الكيميائي المتطورة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة إجراءات البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء والذي يوافق 15 من أكتوبر، فقد تقرر استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اعتبارا من اليوم 15 من أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت من ضبط 502 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 116 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية خلال 24 ساعة. هذا وضبطت وزارة الداخلية قرابة 31 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، فضلا عن ضبط أكثر من 85 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط 724 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 198 قضية خبز ناقص الوزن و100 قضية خبز غير مطابق للمواصفات،
وضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 122 طنا في مجال التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير. وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، تمكنت وزارة الداخلية من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 28 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 34,945 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 724,454 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,119 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,119.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5,001 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 256.5 طن دقيق بلدي مدعم. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 86 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,945 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 511.5 طن. كما تم ضبط 113 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 54.5 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط 5 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 54 طن أسمنت، كما تم ضبط 106 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت حوالي 149 طن أرز شعير، كما تم ضبط 229 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 122,574 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 730,771 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 308,734 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,504 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 163 سائقا منهم. كما تم المرور على 168 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 893 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 610 مركبة وتبين عدم مطابقة 30 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 327 سيارة و48 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 9,201 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 954 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 1,218 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 2,807 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2,997 مخالفة ملصقات، وضبط 39 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية.
وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1669 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 68987 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 64,100,685 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 372 قضية، من بينها 210 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و162 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 42 قضية بقيمة مالية بلغت 76,925,656 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2425 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,937,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,739,851 جنيها. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار العلاقات الثنائية إلى جانب تبادل الرؤى تجاه الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب المباحثات، أكد شكري على وجود إرادة سياسية مشتركة بين مصر والهند لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في مرحلة هامة شهدت فيها العلاقة حقيقة طفرة جديدة على أسس راسخة من العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين. استقبلت القاهرة زيارة معالي وزير الدفاع الهندي، انعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة، لجنة مجلس رجال الأعمال، زاد بحوالي 40% حجم التجارة فيما بيننا. وأيضا تأتي هذه الزيارة بمناسبة العام 75 من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كذلك كان لي الشرف أن عقدنا اجتماع مع معالي الوزير على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة، وكل هذا يؤكد بأن هناك إرادة سياسية قوية لدي الجانبين للعمل المشترك لتعزيز علاقتنا الثنائية للتنسيق إزاء التطورات الدولية والإقليمية. على الجانب الآخر، استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو برازافيل. خلال هذا اللقاء، تسلم شكري رسالة من رئيس جمهورية الكونغو برازافيل للرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعم التشاور والتنسيق بين البلدين استعدادا لمؤتمر المناخ المرتقب بشرم الشيخ. واستعرض شكري آخر مستجدات الإعداد الجاري للمؤتمر، مؤكدا سعي الرئاسة المصرية إلى أن يخرج بنتائج تعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات. هذا وتتواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022، والذي يتمثل في قمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة السلام الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، بعد التحية، أطلعنا على ما هو جديد لديك فيما يتعلق باستعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال قمة COP27.
نعم يوسف، تحية لك. بداية يمكن القول والإعلان أن مدينة شرم الشيخ استعدت تماما لاستقبال هذا الحدث الدولي المهم المقام في 6 نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى، قمة المناخ COP27 والتي يحضرها عشرات من الضيوف الأجانب من 197 دولة، فضلا عن رؤساء الدول ورؤساء المنظمات الدولية التي تشارك في هذا الحدث المهم. أنا أتواجد الآن يوسف في الممشى السياحي لخليج نعمة والذي شهد مؤخرا عمليات تطوير، بالإضافة إلى الممشى السياحي الجديد الذي أقيم أيضا وشهد أعمال تطوير مؤخرا على مسافة 6 كيلومتر ليجذب زوار قمة المناخ بمشيئة الله تعالى. قمت اليوم بجولة في الممشى السياحي وتجولت في هذا الممشى وأيضا خدت تجربة المشي في هذا الممشى، وكم كانت هذه التجربة ممتعة، وأيضا سرت لمسافة طويلة لم أشعر بأي إرهاق. هذا الممشى السياحي المقام على أعلى مستوى، مقام في مخصص جزء للدراجات، بالإضافة إلى أنه معمول بشكل جمالي وفي مسطحات خضراء للإعلان عن مدينة شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة. في هذا المكان أيضا قام رئيس الوزراء أول أمس بالتجول في هذه الممشى السياحي، سواء الممشى السياحي الجديد أو ممشى خليج نعمة الذي أتواجد فيه الآن. وكان لهذه الزيارة يوسف أهمية كبيرة للاطمئنان على سير العمل هنا في مدينة شرم الشيخ قبيل أيام من انطلاق هذه القمة المهمة في نوفمبر القادم بإذن الله. وكانت أيضا هذه الزيارة استهلها رئيس الوزراء بزيارة لمطار شرم الشيخ، وبعد ذلك قام بزيارة المنطقة الخضراء واطمأن أيضا على سير العمل وكذلك المنطقة الزرقاء. هذه الزيارة انتهت أمس بزيارة للجولة في الأوتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعي، وفي هذه النقطة تم الإعلان أن مدينة شرم الشيخ سوف تستقبل ضيوف القمة وتنقلهم بالمجان من خلال هذه المنظومة الذكية للنقل الصديق للبيئة، بمعنى أن الأوتوبيسات كلها تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، وبالتالي هي منظومة صديقة للبيئة وأيضا منظومة ذكية لأن فيها أحدث وسائل التكنولوجيا. بالتالي يوسف نحن بصدد أيام نحو 3 أسابيع تفصلنا عن هذا الحدث المهم الذي يترقبه العالم أجمع لما تسفر عنه هذه القمة من نتائج تساعد كوكب الأرض والكرة الأرضية على التخلص من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. والكثير ينتظر من هذه القمة، قمة شرم الشيخ، الكثير من الاتفاقيات والالتزامات التي ينبغي أن تلتزم بها الدول الصناعية الكبرى التي كانت أساسا السبب في هذه الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والدول النامية الأكثر تضررا من هذه الآثار. أيضا سوف يتم التزام الدول الصناعية بأن يتم إعطاء هذه الدول المتضررة تعويضات مادية ومساعدتها. شاهدنا التغيرات المناخية التي أثرت على عدد من الدول الإفريقية من الفيضانات وغيرها من الآثار البيئية التي كانت سببا أو أحد أسباب التغيرات المناخية، وبالتالي نحن ننتظر من قمة المناخ والعالم جميعا ينتظر من قمة المناخ هنا في شرم الشيخ المزيد من الالتزامات والتعويضات من الدول الصناعية الكبرى. إليك يوسف في الاستوديو. الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى توسيع الاتحاد الأوروبي وذلك لزيادة نفوذ الاتحاد في الشؤون العالمية، وعرب المستشار الألماني عن تطلعه لأن يصبح الاتحاد 36 دولة بحيث يشمل دول البلقان ودولا أخرى. وأضاف شولتس أنه ملتزم بتوزيع الاتحاد لا سيما باتجاه الشرق، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح أكثر إلحاحا منذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. möglich gemacht hat, dass in Russland der Versuch unternommen werden konnte eine Demokratie. أعلنت واشنطن اعتزامها إرسال مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المساعدة تأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا.
مدفوعة بالتقدم الميداني الذي أحرزته أوكرانيا في الآونة الأخيرة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها تقديم حزمة من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، هي الأولى منذ شن الجيش الروسي سلسلة من الهجمات الصاروخية على مناطق ومدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف رداً على حادث تفجير جسر القرم. حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا من المتوقع أن تبلغ قيمتها 725 مليون دولار، وتشمل صواريخ وذخائر ومركبات عسكرية، لكنها لا تتضمن دعم كييف بقدرات فائقة جدا حتى الآن على الأقل. واشنطن وفي مسعاها لاستغلال الأزمة الأوكرانية لصالحها في ظل تفاقم الخلافات العميقة أصلا مع موسكو، تمارس ضغوطا على حلفائها لإنشاء نظام دفاع جوي طارئ باستخدام معدات تناسب معايير حلف شمال الأطلنطي، بعضها حديث جدا وبعضها أقدم، وذلك لحماية الأهداف الأوكرانية الأساسية الاستراتيجية من القصف الروسي. ومن أجل تحقيق هدف كييف من حماية لأهدافها الحيوية، يرى الخبراء العسكريون أنه يجب العمل على إنشاء ما يسمى بالنظام دفاع أرض جو متعدد المستويات، وهو ما تؤيده طبيعة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا، والتي تشمل أنظمة ناسامس القصيرة أو المتوسطة وأنظمة الدفاع الجوي الألماني من طراز أيريس متوسط وعالي الارتفاع، وأنظمة هوك وسبادة 2000 الإسبانية متوسطة المدى، وأنظمة بامبا الفرنسية الإيطالية عالية الارتفاع. إلى ذلك تواصل المساعي الأمريكية لدعم كييف بالعدة والعتاد في انتظار ما ستسفر عنه حلقات الصراع القادمة بشكلها الجديد. أوضحت شركة الطاقة الأوكرانية إينيرجو أن قصفاً صاروخياً استهدف منشأة البنية التحتية للطاقة بمقاطعة كييف وألحق أضراراً جسيمة بالمنشأة. وقالت الشركة أنه تم شن هجوم آخر على البنية التحتية الحيوية، ونتيجة لذلك تعرضت منشأة البيئة التحتية للطاقة في مقاطعة كييف لأضرار جسيمة، وأضافت أن موظفيها يعملون حالياً لإعادة إمدادات الطاقة إلى إقليم كييف والمنطقة الوسطى، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء. أعلنت السلطات البيلاروسية وصول أوائل الجنود الروس المشاركين في القوة العسكرية المشتركة الجديدة بين موسكو ومينسك. يأتي ذلك بعد أسبوع على إطلاق تشكيل القوة التي تستهدف الدفاع عن حدود البلاد ضد أي تهديد أوكراني. وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان لها أن الجنود الروس وصلوا عبر القطارات من دون تحديد لعدد هؤلاء العسكريين. إلى بريطانيا، حيث أعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت عن زيادة في الضرائب. أضاف هانت أن ضريبة الشركات في بريطانيا سترتفع إلى 25%، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا، مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا. اتهمت وزيرة الخزانة الأمريكية الصين الدائن الرئيسي للدول الفقيرة والنامية بعرقلة الجهود الدولية لتخفيف ديون هذه البلدان وخصوصا الأفريقية منها. وفي مؤتمر صحفي بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، قالت المسؤولة إنه تم إجراء الكثير من المناقشات حول ما يمكن فعله لجلب الصين إلى الطاولة وتسهيل تبني حلول أكثر فاعلية لمشكلة الديون المستحقة على الدول الفقيرة. أجبرت أسعار الطاقة المرتفعة وارتفاع التضخم بعض الشركات الألمانية على تخفيض إنتاجها. في غضون ذلك ارتفعت مبيعات الألواح الشمسية المحلية بنسبة 22% في النصف الأول من العام، كإشارة على محاولة الألمان التغلب على ارتفاع الأسعار وشح الطاقة. وقد حذر صندوق النقد الدولي في تقرير سابق من أن أزمة الطاقة في أوروبا لم تكن صدمة عابرة، وأن الشتاء القادم سيكون صعبا. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. الرئيس التونسي يدعو لوضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ويوجه الجيش بتأمين الحدود البحرية.
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد جيش بلاده بتأمين الحدود البحرية وبحماية التونسيين من جميع المخاطر. وخلال تدشين متحف البحرية التونسية، دعا الرئيس التونسي لوضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية وقوارب الموت. نحن نريد أن يقوم الجيش بحماية بطبيعة الحال السواحل التونسية وبحماية التونسيين من كل المخاطر، بما في ذلك هذه الظاهرة للأسف التي تتفاقم نتيجة لعدة أسباب داخلية ولكن أيضا أسباب خارجية. للأسف الناس تفكر في الهجرة، منذ قليل نتحدث عن تاريخ تونس مع البحر، تاريخ تونس كان تاريخ غزو البحر، لليوم للأسف تاريخ يعني ما نشاهده اليوم يجب أن نضع حدا له بالقضاء على أسبابه في الداخل وفي الخارج. ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي عين هيام نعمت في منصب وزير المالية بالوكالة بعد قبول استقالة إحسان عبد الجبار. وأضافت الوكالة أن الوزير المكلف ستشغل المنصب لحين تشكيل حكومة جديدة. كان البرلمان العراقي انتخب الخميس الماضي عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، والذي عين بدوره محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء. أكد المتحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني أن بلاده تحتفظ بالحق في استخدام القوة ضد تايوان. وخلال مؤتمر صحفي أوضح أن هذا يعتبر ملاذا أخيرا في ظروف قاهرة، على الرغم من أن إعادة التوحيد سلميا هي الخيار الأول. وقال المتحدث باسم الحزب الشيوعي إن إعادة توحيد الصين وتايوان يلبي مصالح الجميع بما في ذلك مواطنو تايوان، وأن الخيار السلمي له أولوية. أعلنت الهند أنها اختبرت بنجاح صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من أول غواصة صنعت محلياً وتعمل بالطاقة النووية بحسب وزارة الدفاع الهندية، يجعل اختبار قدرة الردع النووي الهند واحدة من 6 دول إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، مزودة بقدرات نووية ضاربة لشن هجمات مضادة براً وبحراً وجواً. أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر خلال هجوم في بلدة تشاير بمنطقة تيغراي. وأكدت منظمة الإغاثة أن الموظف كان يقدم مساعدات إنسانية لإنقاذ الحياة لأطفال ونساء، منددة باستهداف عمال الإغاثة والمدنيين. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية وإغاثية قولهم إن منطقة تشاير الواقعة شمال غربية تيغراي تعرضت لقصف من قبل القوات الإثيوبية لعدة أيام. أوضح المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية للمناخ والتسليم هاري بويد أن التمويل الجماعي المشترك للمناخ من بنوك التنمية متعددة الأطراف قد حقق رقما قياسيا عند 82 مليار دولار عام 2021. يتجاوز هذا المبلغ أهداف تمويل المناخ لعام 2025 المحددة في قمة العمل المناخي للأمم المتحدة لعام 2019 في نيويورك، وذلك في قمة كوب 25. وقد بلغت هذه الأهداف إجماليا متوقعا قدره 50 مليار دولار أمريكي للاقتصاديات المنخفضة والمتوسطة الدخل، وما لا يقل عن 65 مليار دولار لتمويل المناخ على مستوى العالم، مع مضاعفة تمويل التكيف المتوقع إلى 18 مليار دولار والتمويل المقدم من القطاع الخاص إلى 40 مليار دولار. ومع اقتراب فصل الشتاء، كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة تواجه انتشار ما لا يقل عن 7 سلالات مختلفة من متحور أوميكرون على صلة بفيروس كورونا.
ومع اقتراب فصل الشتاء، ذكرت أيضا وسائل إعلام أمريكية أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه مسؤولو الصحة الأمريكيون موجة أخرى من العدوى. من جهتها أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أوميكرون قد بدأ يفقد بعض الأهمية أمام السلالات الأخرى من الفيروس، على الرغم من أنه لا يزال منتشرا في الولايات المتحدة. حالة من عدم الاستقرار يشهدها العالم فيما يتعلق بجائحة كورونا، ويتأرجح العالم خلال الفترة الأخيرة ما بين ارتفاع وانخفاض في أعداد الإصابات بكورونا ومتحوراته، برغم اكتشاف اللقاحات التي قللت بشكل كبير من مخاطر تفشي الفيروس. ما زال العالم يتأرجح ما بين ارتفاع وانخفاض في عدد الإصابات بفيروس كورونا بمتحوراته، وبرغم ظهور اللقاحات التي حجمت من خطورة المرض ودخوله في طور الضعف الذي يسود كل الفيروسات السارية، إلا أن أحداً لا يستطيع الجزم بانتهاء الجائحة. ففي بريطانيا أظهرت الأرقام للأسبوع الرابع على التوالي زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وباستثناء اسكتلندا التي لا تشهد ارتفاعا واضحا في الإصابات، فإن اتجاهات الإصابات في بقية أرجاء المملكة المتحدة متشابهة. أما ما يثير القلق فهو أن العدوى تزداد بشكل أسرع بين الفئة العمرية الأكبر سنا والأكثر ضعفا في مواجهة الفيروس، رغم أنه جرى تطعيم الشعب وخاصة فئة كبار السن، مما سيحمي من الإصابات الخطيرة التي يسببها المرض. وفي الولايات المتحدة حذرت الإذاعة الوطنية العامة من إشارات أولية لموجة جديدة للوباء ستتزامن إن حدثت مع حلول فصل الشتاء، فيما قال خبراء أمريكيون إنه في حال عدم ظهور متحور جديد مختلف بشكل جذري، فمن المرجح ألا تكون الموجة المقبلة مثل الموجات السابقة في العامين الماضيين من حيث شدة الإصابات والوفيات. ومع ظهور بيانات طبية جديدة تشير إلى أن معظم المصابين بكورونا الذين ظلوا يعانون من بعض الآثار الجانبية بعد مرور 12 شهراً يرجح أنهم سيعانون منها حتى بعد مرور 18 شهراً، يبقى الغموض مسيطراً على مصير الشتاء المقبل، مما يستوجب الحذر والحيطة. وصلت إلى وادي فيران التابع لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء القافلة الطبية المجانية. تتضمن هذه القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي وادي فيران والمناطق المجاورة بأبورديس في عدة تخصصات طبية، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا. انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية التابعة لمدينة حلايب في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 149 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء 41 فحصا معمليا و27 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. تفقد محافظ المنيا أسامة القاضي أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز مغاغة شمال المحافظة. شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعي والوحدة الصحية بقرية بلهاسة، ومتابعة تنفيذ الأعمال بمستشفى مغاغة العام وكذلك التجهيزات الطبية. كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية الشيخ زياد. وخلال هذه الجولة أيضا استمع المحافظ لملاحظات ومتطلبات عدد من الأهالي. تسلم مركز البلينة بمحافظة سوهاج مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الساحل البحري لبدء الخدمة الخاصة بأهالي القرية. جاء ذلك بعد الانتهاء من المشروع الذي يقام على مساحة 1296 مترا مربعا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ويتضمن المركز صالة ألعاب رياضية وغرفة تخاطب ومركز علاج طبيعي وحضانة وفصل محو أمية وعيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب.
انطلقت بالقاهرة فعاليات اجتماع مجلس المحافظين 79 للمجلس العالمي للمياه والمنعقد على هامش أسبوع القاهرة 5 للمياه والمقرر انطلاق فعالياته غدا. يأتي تنظيم مصر أسبوع القاهرة 5 للمياه وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ كوب 27 للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع توجيه الدعوة للمجلس العالمي للمياه لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية. يختتم معرض تراثنا للحرف اليدوية فعالياته اليوم بمشاركة أكثر من 1000 عارض وعارضة بالإضافة لخمس دول عربية. يعد هذا المعرض فرصة كبيرة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لعرض منتجاتهم وتسويقها فضلا عن تبادل الخبرات. على مدار 15 يوما واصل معرض تراثنا للحرف اليدوية فعالياته التي شملت عرض منتجات مصرية الصنع تحفظ شكل ومكانة الهوية المصرية من أزياء تراثية وحرف متنوعة وأغذية. مشاركة السنة دي إن شاء الله بلوحات بألوان إكريليك وزيت، مدخلة شغل جديد برضو وأركت يدوي برسمة طيور وأسماء، وبرضو رسمت على جذور اللي هو الشجر دي طبيعي، عملت منها ميداليات. بعرض جلود طبيعية وبدخل فيها شغل إيتامين تطريز، فكرة جديدة ومحدش عاملها. مجمع كل الحرف اليدوية والتراثية في مصر من أيام الفراعنة. إحنا بنشارك بعسل أبيض، عسل النحل، عندنا النحل بمنتجاته، يعني ما يتم إنتاجه من النحل عامة بصورة عامة. كتجربة هي تحفة حلوة جدا، واتعرفت وقدرت ان انا اوصل لحاجة بصراحة انا ما كنتش وصلت لها قبل كده، برغم ان انا بعمل ماركتينج كتير جدا وبصرف كتير جدا. شارك في المعرض 1116 عارضا وعارضة، وبمشاركة المرأة بنسبة 69%، بالاضافة لخمس دول عربية تعرض منتجاتها الحرفية واعمالها اليدوية. المعرض اكتر من رائع، ودي اول مرة اجي فيها، وان شاء الله كل مرة لازم هاجي فيها. كل حاجة بصراحة في المعرض حلوة جدا، التنظيم حلو قوي، المفروشات، المشغلات اليدوية، الحاجات اللي موجودة من سينا وسيوة، فكرة ان هي تبقى موجودة برا ما نعرفش نجيبها، يعني تبقى في المحافظات، فان هي تبقى موجودة في مكان واحد انا اقدر اجيبها من اي حتة، دي كانت بالنسبة لي فكرة حلوة قوي. معرض تراثنا للحرف اليدوية يعد فرصة كبيرة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لعرض منتجاتهم وتسويقها فضلا عن تبادل الخبرات بين العارضين والعارضات وبعضهم البعض. معرض تراثنا في نسخته الرابعة يغلق أبوابه بعد عمل استمر لأكثر من أسبوعين تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نسخة لاقت إقبالا محليا ودوليا وفتحت أبوابا تسويقية جديدة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع ياسر عبد الستار. أهلا بك ياسر. شكرا لك ريهام، شكرا لك يوسف، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الجولة من الأخبار الاقتصادية. أكد وزير البترول طارق الملا أن احتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد في الحفاظ على أمن الطاقة بأوروبا، وأكد الملا أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع جهود أخرى مهمة لبناء ممر أخضر بين شرق المتوسط وأوروبا يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة، مشددا على أن العمل في المسارين ينبغي أن يمضي بالتوازي لتأمين الطاقة. ارتفع إنتاج القمح بمصر نحو 9.8 مليون طن عام 2020-2021 بنسبة زيادة قدرها 8.1% مقارنة بعام 2019-2020، وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذه الزيادة إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام 2020-2021 بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان من إنتاج القمح خلال
خلال هذا العام. كما كشف الإحصاء عن زيادة إنتاج الحبوب إلى 23 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 4.4%، مرجعا ذلك إلى زيادة إنتاج محصولي القمح والذرة الشامية. أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ارتفاع صادرات الطاقة لتسجل 632 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 46%. وأضاف المجلس أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 410 ملايين دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي مقابل 193 مليون دولار بزيادة بلغت 112%. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية لتصل إلى 1670 دولار للأوقية. محليا سجل الذهب عيار 18958 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1118 جنيه للجرام، أما عيار 24 فسجل 1278 جنيه للجرام. أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 8944 جنيها. في أسواق البترول العالمية تراجع أسعار النفط مع تفاقم مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط خاصة في الصين، وانخفضت العقول الآجلة لخام برنت بنسبة 3.1% لتبلغ 91.63 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.9% إلى 85.61 دولار. كما هبطت أسعار المازوت بنسبة 2.5% لتصل إلى 3.99 دولار للتر. كذلك تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.27% لتسجل 6.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تواجه الحكومة البريطانية الكثير من الانتقادات بسبب تعاملها مع ملف الاقتصاد، حيث غرقت الأسواق في حالة من الفوضى خاصة عقب الإعلان عن خفض الضرائب للأعلى دخلا، وهو ما تراجعت عنه الحكومة بينما تستعد لإعلان الخطة المالية الجديدة بحلول نهاية الشهر. هذا ويتوقع الاقتصاديون البريطانيون مزيدا من التقلبات في سوق السندات وخطرا على صناديق المعاشات التقاعدية. حالة من التخبط وعدم استقرار القرارات الاقتصادية يواجهها الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من العديد من التحديات الاقتصادية، وأهمها ارتفاع نسبة التضخم التي أثرت بالسلب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية للشهر 13 على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له في 14 عاما عند 13.1% في أغسطس. وفي محاولة لإنقاذ الاقتصاد البريطاني، تراجعت رئيسة الوزراء البريطانية ليزي تراس عن خطتها لتجميد زيادة ضريبة الشركات المقررة العام المقبل بعد ساعات من إقالتها لوزير المالية كواسي كوارتينغ وتعيين جيرمي هانت. تراجع تراس جاء بعد 3 أسابيع من اضطرابات السوق منذ إعلان وزير المالية السابق عن برنامج لدعم النمو الاقتصادي تضمن أكبر حزمة تخفيضات ضريبية في نصف قرن سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، ليأتي قرار تراس بإلغاء تجميد ضريبة الشركات، ما يعني أن هذه الضريبة سترتفع حاليا إلى 25% بعد أن كانت 19% كما كان مخططا من قبل سلفها بوريس جونسون ووزير المالية السابق ريشي سوناك. هذا وتأمل تراس حاليا أن يكون قرارها بالإبقاء على زيادة الضريبة، والذي سيجلب إيرادات بنحو 67.5 مليار جنيه استرليني على مدى 5 سنوات، إلى جانب تعيين جيرمي هانت كافيا لتهدئة توترات الأسواق. تراجعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي لتتخلى عن جميع مكاسب الجلسة السابقة بفعل قوة الدولار. اقتفت أسعار الذرة وفول الصويا أثر انخفاض أسعار القمح متأثرة بضعف الطلب وانخفاض أسواق الطاقة والأسهم. كانت أسعار القمح قد ارتفعت بعد أن قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن موسكو قد ترفض تجديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا إلى البحر الأسود.
قال علي بن سبت الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك إن قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط صائب وجاء في الوقت المناسب. وأضاف بن سبت أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3% عام 2023. انتهت هذه الجولة من الأخبار الاقتصادية، وعودة مرة أخرى للزملاء يوسف عبدين وريهام الديب. شكرا لك ياسر. اختتمت فرقة بالي أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة على المسرح الكبير بدار الأوبرا. اختتمت عرض البالي الشهير روميو وجولييت بقيادة المايسترو ناير ناجي. بالي روميو وجولييت وضع موسيقاه الروسي العالمي سيرجي بروكوفيف، ويضم 3 فصول استلهم خلالها مسرحية الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير. طبعا العرض النهاردة يعني مميز جدا. الفرقة النهاردة مبدعة بطريقة فوق الخيال، الإضاءة تحفة، الملابس، طريقة الإخراج، تصميم الرقصات، مشاهد كلها متناسقة، قصة معبرة جدا مفهومة. أداء مميز جدا 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 جدا، يعني حاجة أنا انبهرت بيها. أنا بتفرج على طول على العروض ومباشر معهم البروفات ومعهم مع الكواليس. حتى الديكورات اللي معمولة ديكورات جديدة بشكل جديد، فكرة الإضاءة ضايفين فيها كل حاجة، فيها إضافة. نيجة العرض بحب فن البلاي عامة، وهو فن راقي جدا يعني، والعرض حلو قوي يعني، جديد وتفصيله حلو، الملابس الديكور كل حاجه حلوه جدا، والموسيقى اللايف تحفه يعني. الروضه بتاعه الاوبرا كلها حلوه عامه، وجيت مره تقريبا كنت قصرت في بندق تقريبا مره هنا برضه في الاوبرا، كانت حلوه قوي. ونتحول الان لتعرف على اهم انباء الرياضه، نعود فيها مره اخرى الى ياسر عبد الستار. اليك ياسر. شكرا لك يوسف، شكرا لك ريهام، واهلا بكم الى هذه الجوله الرياضيه. فاز فريق النادي الأهلي على الاتحاد المنستيرلي التونسي بنتيجة 3-0 في إياب دور 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. أهداف الأهلي جاءت عن طريق أحمد عبد القادر الدقيقة 15 من الشوط الأول، وحمدي فتحي بواقع هدفين في الدقيقتين 44 و57 من عمر اللقاء. كان لقاء الذهاب قد شهد تفوق الأهلي بهدف دون رد، ليتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد الفوز بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين. حسم فريق بيراميدز تأهله رسميا إلى دور 32 الثاني ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على هلال الساحل السوداني 7 أهداف دون رد. وجاءت أهداف بيراميدز عن طريق أحمد سامي وإسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف ورمضان صبحي ومحمد الشيبي. وكان بيراميدز قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي. سجل الدولي المصري عمر مرموش هدفا في تعادل فريقه فولفسبورغ مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة للدوري الألماني لكرة القدم. شارك مرموش بديلا في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، وسجل هدف التعادل بعد مرور 10 دقائق فقط من مشاركته، بعدما وجه تسديدة قوية سكنت شباك مونشنغلادباخ. وهذا هو الهدف الثاني من أهداف مرموش في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما هز شباك فريقه السابق شتوتغارت في الجولة قبل الماضية. حصل الزوجي المكون من أحمد صلاح وأدهم حاتم لاعبا المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة على برونزية بطولة مصر الدولية في نسختها 6. تقام البطولة بمجمع الصلاة باستاد القاهرة الدولية حتى 16 من أكتوبر الجاري، وتشهد مشاركة 144 لاعبا ولاعبة من 30 دولة.
على أرض الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي انطلقت فعاليات النسخة السادسة من بطولة مصر الدولية لريشة الطائرة، والتي تستمر حتى 16 من أكتوبر الجاري. البداية بدأت بطلب مننا للاتحاد الدولي بتنظيم مصر بطولة مصر الدولية. احنا بنختار شهر أكتوبر دايما باحتفالات المصريين بأعياد أكتوبر. الحمد لله اتحقق لنا الطلب، واحنا كنا متوقفين النسخة اللي فاتت بسبب جائحة كورونا، الحمد لله عدنا وعدنا بقوة. في عدد كبير جدا جدا من اللاعبين، 97 لاعب من دولة أجنبية، 97 دول بيمثلوا قوة كبيرة جدا جدا، ثقة منهم بالتنظيم وبالإقامة وبالإعاشة ومستوى الحدث اللي بيقام داخل جمهورية مصر العربية. البطولة تقام بمشاركة أكثر من 140 لاعبا ولاعبة من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويخوضون منافسات قوية تنقسم إلى فرد الرجال والسيدات وزوج الرجال والسيدات إلى جانب الزوج المختلط. بطولة مهمة جدا لكل اللاعبين العالميين اللي بيسعوا إنهم يتأهلوا للأولمبياد باريس إن شاء الله، فدي بتدي نقط مهمة جدا بتساعدهم في طريق التأهيل. التنظيم المصري راعي لهذه البطولة، في الاتحاد المصري استقبلنا بشكل رائع وتأكد من أن كل شيء جاهز لهذه البطولة. أيضا فيما يخص استقبالنا من المطار لأماكن الإقامة، فيجب أن أشكر مصر وأؤكد أن لديها كل الإمكانات لاستضافة البطولة. البطولة دي من أهم البطولات بالنسبة لي، لأن هي أنا بحاول في تأهيل باريس إن شاء الله 2024. لسه التأهيل ما بدأش، بس دي من أهم البطولات لأن الكاتيجوري بتاعها والبوينتس بتاعتها مهمة جدا، عشان هي عشان بتزودنا يعني في النقط في خلال الريس بتاعنا. ثقة دولية في مصر عن طريق منحها الفرصة لاستضافة مختلف البطولات لما تمتلك من منشآت رياضية على أعلى مستوى، الأمر الذي كان دافعا قويا لاحتضان مصر لبطولات قارية ودولية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. انتهت الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إلى يوسف وريهام. شكرا ياسر. وسط أجواء احتفالية مبهرة أقيم في مدينة الجونة بالبحر الأحمر العرض الفني العالمي أوبرا عايدة. يأتي ذلك احتفالا بمرور 150 عاما على العرض الأول لأوبرا عايدة. مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر استضافت العرض الفني العالمي أوبرا عايدة للاحتفال بمرور 150 عاما على عرضه لأول مرة. وطبعا احنا فخورين جدا باستضافة الأوبرا عايدة في العيد 150 من منذ عرضها الأول في القاهرة سنة 1871. طبعا أوبرا فن راقي، والحقيقة أنا يعني فخور جدا بمستوى التنظيم، وده بيحط مدينة الجونة البحر الأحمر مصر في مكانة هائلة جدا عالميا وإقليميا. العرض أقيم وسط أجواء احتفالية مبهرة شهدها مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة برعاية وتنظيم محافظة البحر الأحمر. وقد استخدم العرض الأوبرالي العالمي أحدث وسائط الصوت والضوء المعتمدة على أفضل التقنيات التكنولوجية، مما ساهم في إضفاء أجواء أسطورية على القصة الدرامية والملحمة الغنائية العالمية التي تم عرضها على أكبر وأشهر مسارح العالم. الناس كلها متحمسة للموضوع، فكرة القوى الناعمة والناس تتعلم ثقافة جديدة وتتعلم نوع فني جديد للي ما حضرش أوبرا قبل كده. ناس كتير ما حضرتش بس عجبها الفكرة وعايزة تيجي تحت، فاحنا متحمسين إن شاء الله نعمل حاجة كويسة. أوبرا عايدة قدمت لأول مرة في مصر في عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة، وعرضت في أوروبا لأول مرة على مسرح لاسكالا في إيطاليا في فبراير من عام 1872، وقام بتأليفها عالم المصريات الفرنسي أوغست ماريت. والآن إلى آخر أخبار الطقس. نعود مرة أخرى إلى ياسر عبد الستار. إليك ياسر. شكرا لكما وأهلا بكم إلى أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمدينة القاهرة العظمى 28، الصغرى 21، الإسكندرية 27، 21، مطروح 25، 19، بورسعيد 29، 22، أما الإسماعيلية ف 29، 19. نتحول إلى مدينة إلى محافظة السويس 29-20، العريش العظمى 29، الصغرى 21، طابة العظمى 30، الصغرى 22، شرم الشيخ 31-24، أما الغردقة 31-24. الأقصر 35-21، أسوان العظمى 36، الصغرى 22، الوادي الجديد 34-20، شلاتين 32-24، أما حلايب فالعظمى 30 والصغرى 25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترك حضراتكم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. انتهت نشرتنا وبقي التذكير بالعناوين. الاتحاد البرلماني الدولي يوافق على استضافة مصر مكتبا إقليميا للاتحاد بالقاهرة. شكري ونظيره الهندي يتوافقان على تعزيز العلاقات المشتركة ويتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية. تعزيزاً للنفوذ الأوروبي، برلين تدعو لتوسيع دول الاتحاد شرقاً وتؤكد أن الأمر بات ملحاً بعد العملية الروسية في أوكرانيا.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء الخير يوسف. مساء نور زكريا. مساءك يا يوسف. الحمد لله تمام. طبعا كان في دلوقتي ثلاثي ياسر عبد الستار، يوسف عبدين وانا وقاعدين عمالين نقول كلام. ريان طبعا كانت في مرحلة يعني لازم ندعي لها وقتها، انا مش عارفة هي هتكمل النشرة ازاي بسببنا. كنا حظها بين الثلاثة، قادرين على تدمير اي شيء في الوجود. يا الوانه يتجدد اللقاء. يا الوانه اهو. انت انا يعني هي لبس ابيض انت، الخطوط مع لون البدله الكرافات. لا في شغل بنفسك بنفسك، بس بحاول نفسك يعني. لو تعرفني على الستايلست بتاعك بس ولو خمس دقايق موجود هدمر لك مستقبل. والله هو اللي بيلاقي. انا احسن واحد يبوظ اي تصورات لاي ستايلست. لا لا بالعكس. والله انت مدرسه. لا والله لا لا ده انا في الضياع. لا 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 انت ستايل لوحدك. انت ستايل لوحدك مختلف. طبعا احنا اللي بنلبسنا المفروض اجي بالشورت بعد كده. حاجه مؤلمه جدا. كل التوفيق فيكم. كل التوفيق ان شاء الله. شكرا يا ريهام. شكرا نجو. واستاذنكم نبدا فقراتنا.